ومعنا عبر الهاتف من القاهرة مراسل أخبار الآن رمضان المطعني. رمضان أهلا بك. يعني بداية هل لك أن تحدثنا عن آخر المستجدات بما يتعلق بهذا الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار جرجس؟ نعم، هذا الهجوم الذي وقع في الساعة 10 من صباح اليوم والذي استهدف كنيسة مار جرجس بمدينة طنطا بمحافظة الغربية شمال مصر والتي تبعد عن العاصمة المصرية بحوالي 200 كيلو متر بحسب الإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة المصرية. ارتفع عدد القتلى إلى 26 قتيلا و71 مصابا، المصابين حالتهم تبدو أنها خطيرة، وخرج من المستشفى حوالي 13 مصابا تم إسعافهم، كانت إصابتهم طفيفة بعض الشيء، وتم الخروج من المستشفى وذهبوا إلى منازلهم. هذا التفجير، يعني هناك روايتين للتفجير. الرواية الأولى التي كانت بعد الانفجار قليلا هي بحسب بعض التصريحات الرسمية وبعض وسائل الإعلام، كانت أن هناك عبوة ناسفة زرعت داخل إحدى غرف الصلاة. أما الرواية الثانية والتي هي تبدو أكثر ترجيحا بحسب التصريحات الرسمية هي أن انتحاريا نفذ هذا الانفجار. نعم، طيب يعني ما هي الإجراءات الأمنية التي تقوم السلطات المصرية باتخاذها حاليا؟ نعم، فور وقوع الانفجار هناك العديد من الإجراءات التي اتخذتها قوات الأمن المصرية، يعني تحويط كامل للكنيسة والمداخل والمخارج للمنطقة، منطقة ومحيط منطقة مار جرجس، وانتشار مكثف لرجال الأمن، وهناك أيضا رجال المعمل الجنائي الذين حضروا إلى المكان بعد وقوع الانفجار للبحث إذا كان هناك أي عبوات ناسفة أو أي شيء آخر يمكن أن يحدث انفجارا آخر، تمشيط للمنطقة. يعني هذا الحادث هو شبيه للحادث الذي وقع في سبتمبر الماضي في الكنيسة البطرسية الملاصقة للكاتدرائية الرئيسية للمصريين، وكان أيضا بتنفيذ أحد الانتحاريين الذي دخل إلى غرفة الصلاة. نعم، رمضان أعذرني على المقاطعة، ولكن كنت معنا من القاهرة مراسل أخبار الآن رمضان المطعني، شكرا جزيلا لك.